نعمة ان احنا لسه احياء، وان المصحف لسه في ايدينا، وان لم يرفع الوصف من علامات الساعة. تيجي تفتحي المصحف فاضي، انا لله وانا اليه راجعون. تيجي تفتحي القرآن فاضي، طلعت الصعبة الصور كلها للسماء. المصحف لسه موجود والحروف لسه موجودة. خدي ال 40 يوم دول، الله اعلم، وانا بقول اهو، طالما قلت يبقى في حاجة. الله اعلم، يعيد الله علينا هذا الوقت تاني وسنين العديدة واعوام مديدة يا رب في طاعة الله، اللهم امين. واللي ما ختمتش تختم. ملناش حل الا القرآن. نحفظ ونعلم. يعني انت ذات نفسك لما بتيجي تتدبري مرة كده وتفتحي المصحف، وتيجي مرة تقرأي سورة وانت حافظاها أصلا بقالك 10 سنين، وتيجي تقرأيها تاني، تبص تلاقي فتح الله عليك بمعاني صح؟ ما كنتش فاهمها. يفتح الله في قلبك باب. لأن أختي بقى اللي هي عرفتني معنى يعني إيه أن الله خصته، قالتلي في القرآن في نور. أنا كنت حديثة عهد بالتزام، لسه دايما أنا مش زيكم كده ما شاء الله، يعني طول عمري في الالتزام والقرآن وكذا. يعني أنا التزمت على قبر جامعة، يعني صلى الله العفو والعافية، صلى الله التوبة يا رب، الصديقة النصوح يا رب، اللهم يختم لنا بيها ولو أمين. فأنا أخذت كلامها حرفي، يعني إيه أفتح المصحف ألاقي فيه نور؟ بفتح يا رب أنا مش شايفة أي نور، فاكرة كده. حتى أقول لها إيه أنتوا بتشوفوا نور في القرآن؟ قالت لي أه، الناس كلها شايفة نور في القرآن إلا أنا. لحد ما الأخت ضحكت وقالت لي تعالي بقول لك على نور القرآن. قالت لي خدي، وده اسمه ربع، وده اسمه حزب، وده اسمه جزء. خدي في كل صلاة ربع من العلامة دي للعلامة دي، ومن العلامة دي للعلامة دي، وصلي بيهم القيامة. إن شاء الله في مرة تانية بقول لكم الكرامات بس من غير ما تتسجل. اللي غير أنا وغيري وغيري شفناها في أنوار القرآن. هو كان اسم على مسمى كرامات. فانتوا في نعمه يا بنات، انتوا في نعمه جميله. النعمه ان احنا ربنا مان علينا ب 40 يوم. ادعو الله سبحانه وتعالى يكون لكم ذخر في الاخره، قولوا امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يكون لكم همه وبركه وشفاعه، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى إني فرح بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم أمين. قلكم تعالوا يا بتوع مخيم أنوار القرآن، تعالوا تعالوا يلا تعالوا شوفوا بقى إيه مال عين الرأى. مش بس جنة والله، ولا أشوف ولا الكلامنا. إحنا لا نحصي حتى لا يحصل اللي عليه، وإحنا ما نعمل حتى لا أبدا أبدا. إحنا نحملها كده حسبة لله مقفولة كده أهو عند ربنا ال 40 يوم وتعبهم وحلهم، وبكره فكرت. وهاجي لكم في اخر يوم لو ربنا احيانا، وهاجي لكم ان شاء الله في اخر يوم واقول لكم يا بنات راح التعب وبقي الاجر، وتعالى اما افرحكم في الدنيا قبل ما ربنا وملائكته ورسوله يفرحكم في الاخره، اللهم امين.